ارفع رجلك جنب زي ما كنت عاملها، بس صد صدني ما تقعش ما تقعش، صد بايدك. يلا برافو. ما فهمتش اللي حصل. ماما ده انا ده انا ده ابسط اكزامبل. اوكي يعني خليني اجرب. بيعمل بالانس في جسمك يعني. خليني اجرب. بيشتغل على حاجات ثانيه. بعت لي ستودنت اوف ماين، كان تلميذي من عده سنين، بعت لي مسج. اعطيني من غير شوي. امسك خشب، البسها شوي. امسك خشب. ما لقينا الجواب. ماي واي هي هي كتبها كروت خطوه. طب خليني اجرب. لا لا بدوش شيء بدوش شيء. لا عشان ال 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 الانرجي. تروحي ايوه الانرجي اللي انا فرغ فرغها تاني. وما حدا كان يشتريها. اف واحد الاشخاص اللي عرضت عليه هو ديفيد بوي. ديفيد بوي يعتبر انه ما فيها شيء هالاغنيه ولا موسيقيا ولا بالكونتنت تبعها. بعدين في حدا تاني ماني مذكر، سوري ماهر ماني مذكر. ماهر يلي بعث لي الايميل بجيب لكم. بالنهايه بول انكا رجع اشتغل على الترانسليشن وعطيو اياها بلا ما دفع رايتس، لانه ما حدا بده اياها الاغنيه يعني. مثل انه قدموا له اياها وبعدين رجعت. Speaking of no rights, Unchain My Ray Charles. $5 sold. تخيل. Imagine. طيب مين في مش هون؟ محمد عبد الله. طيب. بتذكر شوي الاشياء البندنج اللي هني صاروا كتار ويلي بالنسبة لإلي مهمين. شوفي اشياء. انا امبارح كنت متأكد انه كلكم رح تعملوا لي مشهد ال شو بسموه هيدا، لا الاوديشن الكاستنج. عملته امبارح اساسا، عملت كأنه فات على الكاستنج انا وغنيت بصوت صار. لا بس انا كنت طالب منكم تشتغلوا شخصين شخصين. انا ما كنت لان هون وقتها، انا لما طلبت فما عرفت اشتغل عليه هون بالصف لانه ما بده تحضير. لا قلت لكم بتقدروا تتمرنوا عليه بس بدكم تحضروه يعني بعقلكم يعني. طيب شو عندنا غير اشياء بيندينج؟ كاستنج والهيدي اللي عملناها احنا تبع الجروب الثاني. الجروب الثاني ما عمل، احنا عملنا مشهد انا بس بعد الجروب الثاني. حضرتوا شيء؟ مش كل واحد عم بيعمل شيء فما عم نلحق تو بي اونست. نجمعهم مع بعض. شو عندنا بعد؟ وعندنا كمان بس لا شو في كمان؟ اذا بدنا نحكي في انا مرايه منك انا ومشهد العرس من زمان في المرايات من اول البروجرام. وغير المرايا المشهد تمشي توقف فجأة. في عنا تطوير متاع أول مرة تجي لهون ودرسنا. لا إيه أي لسه تطوير عملنا قدمنا بس بلا بس الخميس شغلة بالهذا المشي بدي شفنا ثاني عم توقف مش عم تزبط مع بنت. لا ما شفتنا أنا هون. ايه انا كوميدي صح؟ لا يوم الخميس عنا الدونتس رح يطوروا ولا انا عامل مشهد. لا والله العظيم انا بدي نطور الواتر كيكا. انا بعرف انا بدي هلا الجروبين ينقسموا مثل ما كنت اقسمكم ويلي
وبدي كل جروب أعطيكم خمس دقائق مش أكثر تشتغلوا على مشهدكم وتفرجوا مني. احنا عملنا وضحكتوا عملوا غيره هلا بخمس دقائق with the whole one sentence from a song. سوريا الله حمد احنا عندنا ساعة انا وكشين لبس يا طب مشير مينيت انا اوبف انا اشبه انفروفيزي اش ما بعرف اذا يا طول موند ان 5 مينيت يلا 5 مينيت يلا مين بالجروب انا وجيلبر ومين احمد مين يلا هلا هلا انا بنقيلكم مشوا معي تمام كلهم وعم سلام وسارة يلا دقدو جيبوا هذه سارة يلا خلاص احنا هنا احنا هنا احنا انت معنا لا انت معنا احنا فين لا عن جد ورا ولا مرة ولا مرة ولا عادي ورا ولا 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 ورا لا حنا ما ضل كتير واحد يعني بهالمرحلة مبسوط يا بيي شو نقا لا مش دقدو انا نسميك نقا مش دقدو شو ذا حسيت ضايل عمر مبسوط يلا فكروا بالاغاني فيكم تشتغلوا هون انتو اذا بدكم شفت البرد هون شو حلو شفت هون الاي سي جيب لك جاكيت لا 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 ما تعمل اخراج طيب شو رايك انسى اللي صار شو رايك انسى اللي صار ونرجع سوا نسهر ليلي شو رايك انسى اللي صار يلا مين بده يجاوب اوكي استنى استنى شنو قلتوا شو رايك انسى اللي صار انسى اللي صار نرجع سوا نسهر ليلي بس نسهر ليلي شو رايك بعد اللي صار نرجع سوا نسهر انا الغرام اعتزلت الغرام يوم الحبك جنني اعتزلت الغرام شو رايك هلا انا يوم الحبك جنني انا اوكي بقول لك بتحبيني بحبك اكثر وبتنسيني ما راح يضل بس انا وبينك اسمع صدفه من بين كل الناس يعني بكلمه وارد عليه فيك تقول ايش اللي بدك اياه بعدين بدك تركبه من بين كل الناس علشان نشوف علق جلاء يو كيب ذا اوردر ايش استنى استنى انت تقول اكرهها واشتهي وصلها وانني احب كرهي لها وانا بقول لك تعال اقعد ونحسبها تعالوا هدي اعصابك شو انا قلت هلا اكتب اكرهها لا بحبك ولا بموت لا لا بحبك ولا بموت فيك هيك لا بحبك ولا بموت فيك ولا انا متعلق روحي بايديك انت استنى اقولها بشو اوكي شو فتحتوا ديالوج انتوا مش ديالوج بس عم تنربح ربح عن وقت مش نعملهم متنسقين خلاص راح الذي يستاهل احزانك في ايه يا حبيبي مالك لا 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 نسمع اذا فيك تعطينا شيء غنيه ما بدي اياك او ما بدي بعد عني او شيء او هيك بعد عني عم بتغشوا ليش لا مش عم نغش قولي مصري اذا بعد كل بعد يقول كلمه زي ما انا صاير بطلع احلى اذا كل واحد هيك بيطلع خلص اوكي ساعتها بدك تنجبر تركبها صح صح ايه نمرين طلعوني والسرعة طوني مالك ايه جرالك هلا عرفت شو رح اطلب من كل بكرة نمرين طلعوني والسرعة طوني بس اعطينا كل واحد مع واحد شيء لانه عم تعطينا مع اربعة بيرو ارو على وضعك شوي يلا يا جدعان لا انا التعب اللي حاسه فيه مو طبيعي فين الفكره What was that Nancy song you sang with شو اسئ بحالو شو اسئ المشهد طب هو هيقولها في الاول ايه بقى بس يو نو ايتش اذر بقولها شفتها بشيء بس بتعرف ايه الحالة لا 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 انا رأيي قاعدين بقوه اوكي غزلان مالية مختر هنده نفوت لهيدك مرحبتين ومرحبتين وينو الدبيكي مرحبتين ومرحبتين وينن الدبيكي وين اوه ماي جاد اوكي هاي الياس وهي محمود وين الياس وين حسين
بس هي قول انت سوما بقى قلب اليوم شو قاعد بيبقى قاعد هيداك بقول له جيب المجوز يا عبود جيب المجوز جميل 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 احنا نعمل الليله كبيره يا جدعان شو بتفوت هي بقول انا قديش صار لي بنطرك ليان دولك لا لا هو بالسين لانه ما خصك فيها هاي غنيتي انا ليان حط لي لو حبنا غلطه يا جدعان يلا قال لك مرحبتين قلت لك مرحبتين ومرحبتين انا بقول هلو از ذا بي يو لوكينج فور بقول لك جيب المجوز يا عبود اعطينا طب افكار من مرحبتين ومرحبتين جيب المجوز يا عبود جيب المجوز مجوز ايه يا عبود ثم يا عبود هذا صاحبنا تمام مين يرد عليك يقول لك ايه بقى خليك لا لا هو لف ذا دوجز اوت هو هو على بالي انا جاي على بالي شوفك حد لا هلا عبد السلام انا جاي او هون ايه شنو انا بدون الانجلش تكون هيك شوي من اخر واحد منهم يتكلم اي حد بس انا راجع على حفظ انا راجع دوجز اوت يلا هلا يا انا راجع بتجي انت هون حامل شنطه انا مسافر وديع لا من فلت لا علاقه بقى في الليله ما هيك لا لا يا حبيبي مش هتقول مشهد رجع يا حبيبي حبك حيرني جماعه بالكافي هاوس عباره عن كلمات اغاني مع بعض اوكي يبقى احنا نعمل حاجات عقله مرحبتين ومرحبتين احنا قاعدين انت جيت علينا مرحبتين هذه البتاع يا عبود انا بقول لك هلو جميل لوكينج فور لا مرحبتين وين هي ايه مخلص ان مهم الكلمه كيف مرحبتين جيب المجوز يا عبود وين الدبيكي وين الياس وين معروف وين هو المشهد كله مش ليك لازم نرد لك ما بيقاس لك ما هي رح ترد إيه؟ رح ترد معنا وصلت قلت هالجملة قلت ايه فت مرحبتين ومرحبتين بيكي وين مين رد عليك انت وين الياس وين انت بتقلي انت بتقلي وين لا وين الياس وين حسين هي لا هي الياس وين حسين وين محمود وين عبد معروف وين الياس وين اه وروح جميل لوكينج فور هذا نرد عليه هلو از ات يو لوكينج فور بتقول تروح تحصل مشكله في المشهد فين المشكله هلا خلينا ما انت مش ولد دوجز شو هاي المشكله هاي المشكله مين اسا على طول انا زهقان بني مين ميدو ولد دوجز انا بعيط ولد دوجز مين طلع الكلاب لبرا انه هربوا الكلاب فلتوا الكلاب هيك ماشي بس فور جوك انا فكر بغان نسيت احس اني خلاص انت حشتز انت ويا لك 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 يا جماعه الهزيزي كان بقى وينون هالهزيزي وين لا ستوب ستوب ليش ستوب ستوب ليش اسمع اسمعوا شوي امالي اسمع تفكر لك اسمعي احنا كلنا كل انا قاعد هون اسمعني اقول لك خليني يجلس كل انا قاعد هون ومحمد عبد الله قاعد حدي بدكم بيخجوا لا جماعه هم ما يعجبوا ربتي فين عم الشغل اللي احنا هون على فكره يعني كل يعني بكل اصرار نفسي خلاص اوكي يلا كمل يلا تفضل يلا يلا قول خليه يقول خرحت الفكره لا قول بلدك هون عم سوق السياره ومحمد عبد الله على الحد وانتم قاعدين ورا وعم نعمل هيك احنا بتعرفي شلون وعم نفتح موضوع مثلا الموضوع مثلا انت عم تقولي لي مثلا انا اعتزلت الغرام يعني هذا بيقول لك شو رايك مثلا اللي صار يعني مثل الموضوع بقلب بالسياره بيطلع كثير كوميدي كثير حلو ومن نفس الرجه وانا عم سوق السياره وانتم قاعدين مو شرط نعمل مشكله مو واحد نعمل شيء بهالمجال هذا يعني بس ما حدا عمله طيب اوكي بس المشكله يعني مش مقنعه سطحيه ما بحب انا الافكار السطحيه ما بحب لك دخيل افكارك انت المتعمقه انت ايه انا متعمقه بس كيف ما فرجت شيء بالفينال نعمل حادث السياره ها يعني مش حادث السياره بتوقف هذا شيء بيصير دغري وبينتهي شو المشكله انا بقول هذه السياره واحد صار شيء مثلا واحد لا لا انا بقول انه يوقفنا ضابط لا 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 العشرة ما غير دولاب لا أنا قلتها حرام عليك والله قلتها ليش سطحية عن جد شو ده غير دولاب يا سنة لا 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 لأنه تعطل الميتور السيارة تعطل من قدام يا عمي آه دولاب غير الموتور يعني
صار لنا ساعة عم نحكي يا سيدي. ماشي ماشي أي حاجة تعمل.